كل القضية اللي قلنا يا رب ولا قلنا في قالوا علينا ملحدين، راح مننا ولا قلنا بوزة، مجرم ولازم تتحاسب، ده ادعاء كاذب وهيزعل السلطان. دي قضية تانية، ولو في قاضي هنا قول بعد ثبوت الأدلة الدامغة على جريمة البلياتشو وسماع الشهود، كل من كاوتش على عجلاتي وسيجار بيه القديم ويوسف بيه وهبي، حكمت المحكمة حضوريا على المتهم البلياتشو بالسجن مدى الحياة.